في البداية يعني يسعدني أن أتقدم بالتهنئة لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة الإسلامية بمناسبة حصول الجامعة على مرتبة متقدمة ضمن تصنيف US News and World Report الذي تصدره مؤسسة عالمية أمريكية متخصصة في مجال تصنيف الجامعات. الحقيقة أن هذا الأمر لم يأتي من فراغ. الجامعة الإسلامية تعمل كخلية نحل في المجالات الأكاديمية وفي مجالات البحث العلمي وفي مجالات خدمة المجتمع، وهي بهذا قد نافست سابقا وما زالت تنافس على مواقع متقدمة في تصنيف الجامعات، خصوصا في الجامعات الفلسطينية وفي الجامعات العربية. اليوم هذا التصنيف يظهر الجامعة من ضمن أفضل 120 جامعة عربية من أصل 2000 جامعة خضعت للتصنيف، والجامعة الإسلامية كان تصنيفها الثانية فلسطينيا. ما يهم في هذا التصنيف أنه يركز على الأنشطة العلمية والأكاديمية البحثية الحقيقية التي تجري في الجامعة، عدد الأبحاث المنشورة من الجامعة، عدد الاقتباسات التي يقتبسها الباحثون من أنحاء مختلفة من العالم من منشورات نشرت من الجامعة الإسلامية. هذا لا شك يعني رغم أنه يسرنا في الجامعة الإسلامية، ولكنه يلقي علينا أيضا عبئا كبيرا، هو عبء المحافظة على هذا الرصيد المتين الذي وصلنا إليه، والسعي نحو مزيد من التميز ومزيد من أن نكون بإذن الله سبحانه وتعالى في مقدمة الجامعات الفلسطينية التي تجتهد في تقديم أفضل خدمة لطلبتها ولمجتمعها. نحن نبدأ مع الطلاب من مرحلة البكالوريوس في تدريس مفاهيم البحث العلمي وأخلاقيات البحث العلمي، وندربهم على إجراء البحوث بالتدريج حتى إذا انتقلوا إلى مرحلة الماجستير، فإن نظام الماجستير في الجامعة الإسلامية لجميع الطلاب يشمل إعداد أطروحة علمية يقوم فيها الباحث ببحث علمي أصيل ينشر لأول مرة، طبعا بالإضافة إلى المساقات التدريسية، وكذلك الحال في برامج الدكتوراه. فهدفنا واضح، إعداد جيل من الباحثين، لأن هؤلاء الباحثين هم الذين سيتحسسوا مشاكل المجتمع بعد ذلك وسيعملون على دراستها وعلى وضع الحلول الملائمة لها. وهذا الحقيقة هو الهدف الأساسي من التعليم والهدف الأساسي من وجود الجامعات، أن تحل المشاكل الاجتماعية والمجتمعية وأن تسعى في التطوير بشكل عام.